ده معادنا مع فقرة السوشيال لاب اللي بنشوف من خلالها ازاي المشاهير بيستخدموا السوشيال ميديا، اللي مسرحيته اتصدرت السوشيال ميديا بعد عرضها 3 أيام في مهرجان العالمين الجديدة، وكمان بيستعد لتصوير فيلمه الجزء الثالث من الفيل الأزرق. تعالوا نبدأ من الانستجرام. بيتابع كريم عبد العزيز 4,300,000 متابع، وهو بيتابع 144 أكاونت، منهم الفنانة إسعاد يونس، أشرف عبد الباقي، والمخرج شريف عرفة، وغيرهم من نجوم الوسط الفني، ونشر حوالي 117 صورة وفيديو. الأكاونت كله عبارة عن مشاهد من أعماله الفنية وبوسترز لأفلامه، فلقينا إنه نشر أكتر من 100 صورة لأعماله، وآخرهم بوست عن مسرحيته السندباد. دايماً هو حريص إنه ينعي كل النجوم اللي رحلوا، زي الفنان سمير غانم، دلال عبد العزيز، والمخرج وحيد حامد رحمهم الله. من الإنستجرام نروح للفيسبوك. بيتابع كريم عبد العزيز 7 مليون فولور، وبيتابع 3 أكاونت بس، منهم بيتر ميمي. وبكده نكون وصلنا لنهاية السوشيال لاب.